بسم الله. Hello everyone. بقلبي grade 7 prep 1. كنا وقفنا شباب هنا عند الجزء الثاني من الدرس الاخير في unit 4. Solve it with tech. هنا يقصد solve it with technology. يعني حلها بالتكنولوجيا. اللي احنا شايفينه قدامنا ده شباب blog post. تمام؟ اول حاجة فيه بتكون catchy title. catchy title يعني عنوان جذاب. هنا students lead the way. الاطباء سوري الطلاب يقودون الطريق. students lead the way ده catchy title عنوان جذاب. بعد كده question to get attention يعني سؤال لجذب الانتباه عشان تخلي اللي بيقرا ده اول ما يشوف السؤال بتاعك اللي انت عامله يحب يقرا الموضوع. فهنا السؤال بتاعه كتب Do you think great inventions only come from adults and famous scientists? Think again. هل تعتقد ان الاختراعات العظيمة بتأتي فقط من الكبار او العلماء الكبار او العلماء المشهورين؟ Think again. فكر تاني. فانت لما تقرأ كده السؤال ده هل تعتقد الطبيعي انا عارف ان الاختراعات العظيمة بتيجي من المشاهير العلماء والعلماء الكبار. فهنا بيقولي think again فكر تاني. فهنا بيلخبط لدماغي بقى يخليني انا لا محتاج اقرأ عشان اعرف هل هي فعلا ممكن تيجي من الناس العادية مثلا. بيقول بقى introduction مقدمة في الاول للموضوع هنقرأ مع بعض يا ملك. This month هذا الشهر 24 talented students from Egypt. 24 طالب موهوب من مصر. Aged 14 to 18 عمره من 14 ل 18. Participated in يعني ايه participated in؟ شاركوا فيه يعني took part in شاركوا فيه. The International Science and Engineering Fair اللي هو ISEF قلنا ده اللي هو معرض الهندسة والعلوم الدولي. In the United States فين الكلام ده؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. عبارة عن إيه ده بقى شباب؟ It's a competition عبارة عن مسابقة عشان هيسألني فيها بعد كده. To develop a science or engineering project يعني المسابقة دي لإيه؟ لتطوير مشروع هندسي أو علمي. That solves a world problem. المشروع ده بيحل مشكلة عالمية زي pollution التلوث global warming اللي هو الاحتباس الحراري. تمام؟ بعد كده بيقول students from 80 countries participated in the event. طلبة من 80 دولة مختلفة شاركوا في هذا الحدث. They have to use لازم يستخدموا their scientific research skills مهاراتهم في البحث العلمي. And work in groups ممكن يشتغلوا في groups مع بعض كده يعملوا كل جروب هيحل مشكلة او يطور الاختراع. او ممكن يشتغلوا on their own. يعني ايه on their own؟ بمفردهم. يبقى انت عندك حاجة من الاثنين يا اما work in groups اشتغلوا في groups يا اما individually. individually يعني فردي on their own. winners الفايزين بالمسابقة دي can study for one year in the United States. بيجيلهم منحة انهم يدرسوا لمدة سنة for free مجانا في الولايات المتحدة. This year السنة دي Egyptian students won many prizes. الطلبة المصريين فازوا بجوائز كتير for their inventions على الاختراعات بتاعتهم. Some of them بعض من الطلبة دول had great new ideas كان عندهم أفكار جديدة رائعة for technologies that solve problems لاختراعات باستخدام التكنولوجي هتحل بعض المشكلات العالمية. دي الانترودكشن المقدمة بيجي يشرح بقى بعد كده بايه list of examples يعني قائمة من الأمثلة اللي تشرح الانترودكشن بتاعتك. مثلا بيقول some projects ideas in the competition بيديني بعض الأفكار بتاعت المشروعات اللي كانت في المسابقة. A smart life jacket احنا عارفين شكل life jacket تمام بس ده مطورينه وعاملينه smart تمام يعني بيستخدم التكنولوجي.
that can help people in trouble at sea. اللايف جاكيت ده بيحل مشكلة للشخص لما يكون في مشكلة في البحر, to be rescued as fast as possible, انه يتم انقاذه باقصى سرعة ممكن. من ضمن المشروعات برضو كان a technology that cleans dirty water, بتنقي المياه الملوثة in a way that doesn't hurt the planet, بطريقة ما تؤذيش الكوكب, يعني that doesn't make pollution, ما بتسببش تلوث. A mobile phone app, يعني ايه mobile phone app بقى؟ تطبيق على الموبايل that can detect يعني find out, يعني يكتشف. detect يعني ايه يا شباب؟ find out يكتشف, عشان هتيجي في الأسئلة. detect الابليكيشن ده بيكتشف when a student has reading difficulties, لما الطالب ده بيكون عنده صعوبات في القراءة, and help them, وبيقدر يساعدهم على تجاوز الديفيكولتيز, الصعوبات دي. في الاخر بقى في حاجة اسمها call to action. call to action يعني بيدعوك ان انت تشارك, فانت عشان تدعو القراء بتوعك على البلوج بتاعتك ان هم يشاركوا, ممكن تقول لهم ايه؟ which new technology do you think is the most important, بعد ما قريتوا الكلام ده بقى ايه رأيكوا, ايه اكتر اختراع في دول كان هو الاهم بالنسبة لك في رأيك, why وليه. please add your votes in the comments box, من فضلك حط التصويت بتاعك في الكومنتس. يبقى ده اسمه call to action, يعني ايه؟ دعوة للمشاركة. فهيروح كاتب لي هو بقى فين في الكومنتس على الموضوع بتاعي. هنا شباب بيقول لي ايه؟ finding specific information, يعني لما تيجي تدور على معلومات محددة زي ايه؟ numbers الارقام, dates التواريخ, times الاوقات. لما اجي ادور على حاجات زي دي, numbers dates times, هفكر في ايه اول حاجة؟ انا لو عايز quantities, يعني ايه quantities؟ كميات. الكميات دي بنسأل عليها ب how much. dates التواريخ بنسأل عشان نعرف الأوقات والتواريخ بمين, ب when, متى. أنا بسأل عن التايم بإيه, ب when أو what time. أهو يبقى عشان أعرف dates التواريخ أو times بسأل بمين, ب when. طيب بص يا صديق, هو هنا عايز يقول إيه يعني باختصار في الجزء ده؟ عايز يعرفك إن أنت لو عايز في نص قدامك وعايز تسأل عن كمية, الكمية اسمها quantity. الكمية اسمها ايه؟ quantity. quantity يعني كمية, يعني اسم لا يعد, الاسم الذي لا يعد اللي هو ال uncountable noun, دايما بيبقى quantity كمية. زي السوائل كلها مثلا, كلها دي quantities, كميات, لانها اسماء لا تعد. فدي بنسأل عنها ب how much, يعني مثلا how much milk is there in the fridge, مثلا كم كمية اللبن اللي موجودة في التلاجة. how much sugar is there in your tea, كم كمية السكر اللي موجودة في الشاي بتاعتك. يبقى how much دي بيجي بعدها اسم ايه؟ لا يعد, عبارة عن كمية. يبقى how much تسأل بيه عن ايه يا شباب؟ الكمية, يعني اسم لا يعد يجي بعد how much. يعني ممكن اقول how much money ولا ما ينفعش اقول how much money؟ لا ينفع. ليه بقى؟ لان money لا تعد. الله, طب ما احنا بنعد اهو مستر. طب عد كده, واحد money, اتنين money, ما بتتعدش. ليه؟ حط لها one و two كده, one money two monies, في حاجة اسمها كده؟ لا, في one pound two pounds three pounds one dollar two dollars three dollars. عشان كده كلمة money نفسها لا تعد, فانت بتقول how much money, how much money. يبقى money دي كمية ولا لا؟ quantity, كمية, لانها لا تعد. لكن حضرتك بقى لما تيجي تسأل عن pounds, عن عدد الجنيهات, هتقول ايه؟ ما انا بسأل بقول لك كم عدد الجنيهات, عسل. يبقى how many. يبقى لما يكون عندي اسم جمع بعدد اسأل عنه بمين؟ بهاو ميني. فأقول هاو ميني باوندز, كم عدد الجنيهات.
حلو. How many people؟ كم عدد الأشخاص؟ How many students؟ كم عدد الطلاب؟ How many students participated in the event؟ كم عدد الطلاب اللي شاركوا في الإيفنت في الحدث؟ فهتجاوب تقول مثلا there are 82 مثلا. يبقى لما يقول لي عدد كده اسال عنه بمين؟ بهاو مين. يبقى انا عرفت كده حاجتين، هاو ماتش اسال بيه عن الكميه كوانتيتي، وهو اسم لا يعد بعد هاو ماتش، لكن هاو مين لازم يجي بعدها اسم ايه؟ جمع، مش يعد وخلاص، اسم ايه؟ جمع. هاو مين ما ينفعش بعدها غير ايه؟ اسم جمع. انت بنفسك اهو ينفع اقول هاو مين بوي؟ لا، هاو مين بويز، هاو مين جيرلز، هاو مين دورز. اوكي، ممكن اجاوب اقول there is one boy عادي، there are two boys، بس الفكره ان how many ما يجيش بعدها غير اسم جمع. اسال بقى عن الوقت، ب when او what time، ب when او what time. يبقى هو علمني في الجزء ده اطلع من التكست بعض الحاجات. قلنا عشان اسال عن quantities الكميات هقول ايه؟ how much. عشان اسال عن dates او times اسال بمين؟ ب when. عشان اسال عن عدد اسال بمين؟ بهاو ميني. ولازم بعدها plural noun اسم جمع. اهو هو بقى بيقول لي هنا first look at the question، في الاول بص على السؤال and see what type of number it asks about، وبعدين شوف هو بيسأل عن ايه. how many بتسأل عن مين؟ numbers الاعداد، يبقى ولازم بعدها جمع. when بتسأل عن dates and times التواريخ والاوقات، اما how much تسأل عن مين؟ quantities الكميات. Okay, think about how we usually express this number of this type. أو بيقول لي يعني فكر إزاي إحنا بنستخدم أو بنعبر عن الأرقام من هذا النوع بأي شكل. Look for them in the text وبعدين دور عليهم في النص. تعال نشوف كده، بيقول when did the seller post the advertisement؟ متى نشر البائع الإعلان؟ فاكرين النص بتاع الولد اللي اتنصب عليه علي لما كان he ordered a game console، وقلنا ان الجيم كونسول دي كانت limited edition. يعني ايه limited edition؟ اصدار محدود. يعني ايه برضو اكتر؟ يعني there are a few of them، a few of them يعني حاجة في عدد قليل منها بس في الايه؟ في الدنيا دي. limited edition يعني اصدار محدود، يعني عدد قليل. طيب هو كان نشر البوست بتاعه ده كان 2 a.m. لو احنا فاكرين كان 2 صباحا. فهنا لما يقول لي when did the seller post the advertisement، امتى نشره؟ هقول له the seller posted this advertisement، نشر الاعلان ده امتى يا شباب؟ at 2 a.m. طبعا ات قبل الساعات. يبقى وين هنا سالت عن ايه بقى؟ عن تايم، ماشي. طب هاو ماتش ديد علي جراندما جيف هيم فور هيز بيرثداي؟ هاو ماتش احنا قلنا بتسال عن ايه؟ عن الكميه. طب هنا بتسال عن كميه ايه؟ طيب ماني اللي احنا قلنا عليها. هاو ماتش ماني ديد علي جراندما جيف هيم؟ شي جيف هيم 500 باوندز، هي اداته 500 جنيه فور هيز بيرثداي 500 pounds. يبقى شفنا وين سألت عن ايه؟ عن time وقت، وشفنا how much سألت عن ايه؟ quantity كمية. تعالوا نحل مع بعض بقى بناء على الدرس ده كله. محمد مروان هيقول لي the space students won the competition easily. برافو حبيبي. the talented students الطلبة الموهوبين won the competition easily، فازوا بالمسابقة بسهولة. تفضل يا خيري قول لي steal people's money. كلمة steal يعني يسرق. مين اللي سرقوا فلوس الناس؟ scammers، competitions، blogs، sellers. scammers اللي هم المحتلين او النصابين. كلمة يسرق يا شباب، يسرق يعني steal، stole، stolen. دي تصريفاتها steal، stole، stolen. وكمان يسرق يعني رب رب ربت ربت. يبقى steal stole stolen ورب ربت ربت، دي معناه يسرق ودي معناها يسرق.
steal, stole, stolen, rob, robbed, robbed. خلصتوا؟ اوكي تعالوا نكمل. خيري قال لي scammers المحتلين او النصابين, steal people's money هم اللي بي ايه بيسرقوا فلوس الناس. بودي there are a few copies of this book, يعني بيقول لي في عدد قليل قوي من النسخ من الكتاب ده, يبقى it's a limited edition. يا لسه بنقول حالا limited edition يعني اصدار محدود, يعني there are a few of it, في بس عدد قليل منه. It's safer to buy machines from a seller. زياد مازن, زياد معلش زياد مش عاد بتلخبط في اسمك ليه. It's safer to buy machines from a, هنا عندنا official sellers, هنا من الاكثر امانا ان انت تشتري الالات من official sellers, من الباعة الرسميين. تفضل يا اياد. Egyptian students won many prizes, فازوا بجوائز كتيرة على ايه, for their inventions, على اختراعاتهم. تفضل يا انوس. Mobile phone app can space when a student has reading difficulties. ممتاز يا حبيب قلبي. Can detect, يعني بيقول لي الابليكيشن دي ممكن تكتشف, قلنا detect يعني find out, تكتشف, when a student has reading difficulties, لما يكون في طالب عنده صعوبات في القراءة. اوكي تفضلي يا ماي. The seller had a good profile and lots of positive reviews. برافو. بتقول لي البائع كان البروفايل بتاعه جيد وكان عنده positive reviews او تقييمات ايجابية او تعليقات ايجابية على الاكونت بتاعه. Smart life jackets يا رغد. The boys from drowning at sea. السمارت لايف جاكيتس دي, فكري بس الاول كده بالراحة, السمارت لايف جاكيتس دي ماشي هتعمل ايه للولاد من الغرق؟ ايوه rescued, انقذتهم من الغرق. يبقى سمارت لايف جاكيتس rescued the boys, يعني انقذت الولاد from drowning, من الغرق at sea في البحر. اتفضل يا جوان. The timetable will, يعني ايه timetable الاول؟ جدول مواعيد. اوكي will you with all information you need. ممتاز يا شباب. كلمة provide with يعني يمد بي أو يزود بي. provide with يعني يمد بي أو يزود بي. ممكن أقول مثلا the sun provides us with heat and light. الشمس بتمدنا وبتزودنا بالضوء والحرارة. وهنا جايان قالت لي إن the timetable, الجدول المواعيد ده will provide you, الجدول ده هيمدك او يزودك ب all information you need. okay students from all over the world participate in this international competition. برافو عليكي. طلبة من كل انحاء العالم بيشاركوا في هذه المسابقة العالمية, international competition means costs a lot of money, كلف فلوس كتير. يبقى ايه غالي؟ غالي يعني expensive. is someone who does something slowly and carefully. حد بيعمل حاجة ببطء خالص وبعناية وحرص. cautious, شخص الحذر. cautious means really good or amazing. awesome. bravo. online advertisements, الإعلانات اللي على الإنترنت. ايه يا ملك؟ our eyes cost our eyes, يعني بتكلف عينينا. catch our eyes يعني بتشد عينينا, تجذب اعيننا. my brother saved up money to buy a game console. saved up some money. برافو. ادخر بعض المال لكي يشتري وحدة التحكم في الالعاب. برافو يا رب. اتفضلي. He has a part A job. خدنا وظيفة بدوام جزئي, يعني part time job, وظيفة بدوام جزئي. For 4 hours, مدة 4 ساعات بس, after school day, بعد اليوم الدراسي. To earn some money, يعني ايه earn some money؟ earn يعني يكسب. earn يعني يكسب. بص معايا كده.
بص كلمة earn معناها يكسب، وبتيجي مع حاجتين اتنين بس، earn money يعني يكسب مالا، و earn his living يعني يكسب قوت يومه. يبقى earn money يعني يكسب مالا، و earn his living يعني يكسب قوت يومه. بتجيش غير مع الحاجتين دول، earn يكسب، يكسب حاجتين، earn money و earn his living. بالمناسبة بقى اديك برضو كم حاجة كده تتميز بيهم. انت خدت earn يعني يكسب، طب يفوز يعني ايه؟ win، win one one ماشي. win دي بتيجي مع مين بقى؟ win a medal يفوز بميدالية، win a competition يفوز بمسابقة، win a prize يفوز بجائزة. اوكي طيب، يبقى دي يفوز وearn يكسب، وقلنا بتيجي مع الحاجتين دول money و his living. في بقى عندنا حاجة اسمها gain. gain يعني يكتسب. gain دي gain fame يعني يكتسب شهرة. gain fame يعني يكتسب شهرة. gain knowledge يكتسب معرفة. gain knowledge. gain information يكتسب معلومات. يبقى عندي gain fame يكتسب شهرة، gain knowledge يكتسب معرفة، gain information يكتسب معلومات. عندي بقى عندي beat. beat يعني يهزم. beat نقول مثلا ريال مدريد اوكي always beats his opponents يعني دايما بيكسب يهزم خصومه. بيت يهزم. انا عرفت وين يفوز وعرفت earn يكسب، بس بيكسب ايه بقى؟ earn money و earn his living. وعرفت gain يكتسب، gain fame، gain knowledge، gain information. وعرفت يهزم بيت. في حاجة لسه بتكتبوها؟ earn حاجتين، earn money و earn his living. تمام يا شباب؟ طيب هنا شباب بيسأل الحاجات دي مهمة أول speaking corner ده علشان المحادثات يا شباب. what is a scam؟ ما هو الاحتيال؟ it's being tricked. كلمة trick يعني يخدع، و a trick يعني خدعة. being tricked يعني يتم خداعه. يبقى what is a scam؟ a scam is being tricked by someone online، ان انت يتم خداعك عن طريق بواسطة شخص على الانترنت. How were you scammed? ازاي اتنصب عليك؟ I saw an online advertisement. شفت اعلان على الانترنت to sell a very expensive console for half price. لبيع وحدة تحكم في الالعاب بنص السعر بس. So I decided to buy it. لذلك قررت اشتريها. But it was a scam. بس طلع في الاخر نصب. Why did you trust the seller at first? ليه انت وثقت في البيع في الاول؟ Because I checked his account. لأن أنا رجعت الأكاونت بتاعه. It was a good profile. لقيته البروفايل بتاعه جيد. And there were lots of positive reviews. وكان فيه تعليقات إيجابية كتيرة عنده. قلنا يا شباب كتابة البلوج بوست لازم فيها في الأول أستخدم البلوج فيتشرز، سمات المدونة اللي هي إيه؟ catchy title عنوان جذاب، وبعدين question to get attention، وبعدين أعمل سؤال عشان أجذب الانتباه، وبعدين introduction مقدمة، و list of examples قائمة من الأمثلة، و call to action في الآخر دعوة للقيام بفعل اللي هو ان هو يعمل comment عندك. تعالوا نحل هنا مع بعض. أروى tells بسمة great news يعني أروى بتخبر بسمة great news. يعني ايه great news؟ وهنا خبر جيد. هي كلمة news يعني ايه؟ نيوز يعني خبر، ونيوز يعني اخبار. لما اقول هي الكلمه دي شكلها جمع، ولكن انا قلت لكم قبل كده ان كلمه نيوز اسم لا يعد. يعني اقول هاو ماني نيوز ولا هاو ماتش نيوز؟ هاو ماتش نيوز، لان احنا قلنا الاسماء التي لا تعد تسال عنها بايه؟ هاو ماتش. حلو.
يبقى بيعمل معاملة المفرد تقول the news is ولا the news are is. أكبر غلطة أن أنا أقول the news are, the news is, لأنها بتعمل معاملة المفرد. ده الاسم الذي لا يعد. زيها كلمة information معلومات شكلها جمعة بس هي uncountable noun اسم لا يعد, يبقى يعمل معاملة المفرد. the news is, the news was, the information is, was. تاخد has ما تاخدش have. لو جه بعدها فعل نحط له s, هي دي معاملة المفرد. فاضل حاجة واحدة بس, ان المفرد بياخد a وan, ممنوع نديهم للاسم الذي لا يعد, لانه a وan دول يعني one, وده ما فيش منه one و two اصلا, لو ولا ليه مفرد ولا جمع, بس بنعامله معاملة المفرد. فهنا عندنا حاجة اسمها responding to good news, يعني الاستجابة للأخبار الجيدة أو للخبر الجيد. لما حد يقول لك خبر حلو مثلا, زي حد مثلا فاز بمسابقة, أقول لهم well done, أحسنت, well done, okay, great news, that's great news, okay, I'm so happy for you, أنا سعيد جدا علشانك, I'm so happy for them, أنا سعيد جدا علشانهم. فلما هنا بسمع أروى قالت I have great news, أنا عندي خبر حلو أو أخبار حلوة مش عارفين, طيب يا ترى عايز نقول هو إيه؟ يبقى what is it ولا what are they, what is it, لأن احنا قلنا هنتعامل معاه معاملة المفرد. إيه هو الخبر؟ Egyptian students won many prizes, طلبة المصريين فازوا بجوائز كتير at an international competition, في مسابقة عالمية. يبقى نقول لهم ايه؟ well done. او ممكن اقول ايه كمان؟ قلنا great news. او ممكن I'm so happy for them, انا سعيد جدا من اجلهم. what is the competition, ايه هي المسابقة؟ يبقى هنقول it's an ISF, ISEF competition, يعني مسابقة لمنظمة كذا. what is the ISEF, ايه ال ISEF ده؟ it's a competition to develop a science or engineering project. مفروض يعني حاسس ان الحتة دي فيها غلطة يعني منهم كده. what is the competition, ايه هي المسابقة؟ المفروض كانت تبقى العكس, يعني هنا what is the ISF, الاول كان يسألني ايه الISF دي, فكنت اقول له ان الISF دي اللي هي International Science and Engineering Fair, اللي هو معرض العلوم, المعرض الدولي للعلوم والتكنولوجيا, تمام. فبعدين يقول لي بقى what is the competition, الإجابة بتاعتها it's a competition to develop a science or engineering project. where was it, كانت فين يا شباب؟ it was in the United States. وهو أصلا قال لي الكلام ده بعديها, the United States, الولايات المتحدة. 24 Egyptian students participated in the event. 24 طالب مصري شاركوا. يبقى هنا بنسأل عن العدد بإيه؟ how many Egyptian students, how many Egyptian students participated in the event أو in the event. وصح برضو أن أنا أقول how many Egyptian students were in in the event. نقرأ هنا شباب this month 24 talented, اللي احنا لسه قارينه كله حالا. التكست هنا about a competition, عن مسابقة. بعدين بيسألني عن كلمة participated means take part in, قلنا participating يعني يشارك فيه بتسوي take part in. how many students from Egypt participated? 24. where is the ISEF, ISEF? it's in the United States, موجودة في الولايات المتحدة. there refer to a الأول هو winners can study for one year, طلب الفائزين بيدرسوا لمدة سنة in the United States. this year Egyptian students won many prizes for their, their بتعود هنا على مين؟ Egyptian students.
Why do you think? ليه في رأيك the science competitions are important؟ ليه المسابقات العلمية مهمة؟ احنا قلنا بقى لما يقولك why do you think اول كلمة تقولها ايه؟ I think. وبعدين اللي بيسألني عن I think they اللي هما the science competitions are important مهمين ليه بقى؟ Yes, they are important to solve problems. تفضل يا محمد قول لي if you run for a long time جدع if you run for a long time do you feel tired قلنا الناحية الثانية من if ممكن تسؤال بدو أو does the scientist won the Nobel Prize for his amazing العالم فاز بجائزة نوبل على ال amazing invention على الاختراع المذهل بتاعه بودي the smart student won the science الطالب الذكي فاز بالساينس ايه؟ مسابقة العلوم ساينس ايه يا صديقي؟ competition قول يا حبيب عمر is he always thinks carefully دايما الاول يفكر بعناية before doing anything قبل ما يعمل اي حاجة يبقى cautious يعني حذر لازم يفكر الاول بحرص selfish يعني اناني careless يعني غير مهتم أو مهمل harmful يعني ضار technology helps us بتساعدنا في إيه؟ أيوة solve a lot of daily problems التكنولوجيا بتساعدنا نحل الكثير من المشاكل اليومية أنس don't make noise لا تحدث ضوضاء the baby is sleeping قول يا حبيبي children wear A if they can swim بيلبسوا life jackets لما يكونوا مش بيعرفوا يعوم ماي مين something of which there are only a few برافو الحاجه لما يكون منها only a few عدد قليل تبقى limited edition يعني اصدار محدود the brave firefighters مين رغب brave firefighters عملوا ايه the baby's life rescued the baby's life يعني أنقذوا حياة الطفل from fire من النار جيجي if you plant a seed لو زرعت بذرة a tree grows عشان tree مفرد يبقى نحط للفعل s if she watches a scary movie لو هي تفرج على فيلم مخيف she can't sleep can we can't لازم مصدر the teacher gets angry if we I, we, you, they نحط الفعل في الايه؟ في المصدر speak loudly لسه دورك ما جاش يا مان don't take photographs here لا تلتقط صور هنا ها؟ read الامر فعل في المصدر read the message اقرا الرسالة and reply as fast as possible please ورد باقصى سرعة ممكنة من فضلك هنا طالب مني اكتب blog post عن a great invention عن اختراع عظيم هنعمله في الهومر ونمشي بقى على القواعد بتاعت كتابة البلوج بوست الاول نعمل ايه او catchy title question to get attention introduction list of examples وبعدين call to action تعالوا نحل شوية في التست وندي الباقي هومر أول حاجة هنا غادة and Jenna are talking about mobile apps بيتكلموا عن تطبيقات التليفون المحمول What do you think of mobile apps? إيه رأيك في mobile apps؟ هتقول رأيي كذا كذا I agree with you أنا أتفق معك that they are useful يبقى التانية قالت إن هما إيه؟ useful مفيدين يبقى هو عشان دي هتقول بتقول لها إيه رأيك فيهم؟ يبقى لازم هتوصفهم وصف يبقى الوصف كان إيه؟ useful مفيدين انا متفقة معك ان هم useful وبعدين سؤال اجابته I have many kinds of apps on my phone عندي انواع كتيرة
من التطبيقات على تليفوني، ميوزك، هيلث، الصحة، مابس، خرائط، يبقى هتقول لها ما نوع او كم عدد اوكي الابليكيشنز على تليفونك، which app do you use most، اي واحدة بتستخدمها اكتر حاجة. هتقول لها app earth. ليه بقى؟ لان هنا هو app archer. وبعدين سؤال اجابته because app archer really helps me with photos. because يبقى السؤال هيبقى ايه؟ why. can you download music from it، هل تستطيع تحمل موسيقى منها؟ وبعدين هتقول لها لا لان دي ابلكيشن لي changing photos only. what do you think of mobile apps يا ملك؟ اول حاجه طيب اقولها لما تقول what do you think of the I think، وبعدين الحاجه اللي بتسال عنها اللي هي ايه؟ mobile apps. I think mobile apps are useful. يبقى what do you think of دي يا شباب ما رأيك فيه؟ قلنا لازم تقول I think والحاجة دي، ولو مفرد is، لو جمع are وتديها وصف. I agree with you، متفقة معاك ان هما useful. طب هنا بتقول عندي انواع كتيرة من الابليكيشنز دي على تليفوني، يبقى السؤال ايه؟ اوكي اه عادي، ما هي many دي عدد كتير من، يبقى ممكن اقول how many apps do you have on your phone. ممكن اقول what kinds of apps do you have on your phone، ما نوع التطبيقات اللي على تليفون. يبقى يمكن ننفع نسأل عن العدد لانها جاوبت قالت عندي many kinds اوكي. او ممكن هنا how many kinds of apps، كم عدد انواع الابلكيشنز اللي على تليفونك. او قلنا زي انتوا ما سالتوا قلنا ايه؟ what kinds of apps. بس انا بفضل ان انا اسال ب how many عشان هو قال لي في many kinds، يبقى how many kinds of apps do you have on your phone. which app do you use most. I use. وبعدين هو جايبها لي اي app archer most، يعني بستخدم app archer اكتر حاجه. لا اصل usually دي يعني عاده، تمام؟ فهنا هو جايب most اكتر حاجه، تمام؟ لازم اقول most زي هو ما قال app archer. وبعدين السؤال اجابته because، يبقى why do you use it most، ليه انت بتستخدميه اكتر حاجه؟ because App Archer really helps me with photos، لأنه بيساعدني في الصور. طب can you download music from it؟ هل تستطيع تحمل موسيقى منه؟ No I can. ليه؟ It's an app for changing photos only، لأنه لتغيير أو تعديل الصور بس. النص اللي احنا لسه قارينه هنكمله مع بعض. This month الشهر ده 24 talented students from Egypt، 24 طالب موهوب من مصر، 14 to 18 participated in the International Science and Engineering Fair، شاركوا في المعرض الدولي للهندسة والعلوم in the United States. It's a competition. طبعا ما ينفعش event، event كان يبقى an على طول. competition هي مسابقة to develop a science or engineering project اوكي لتطوير العلوم، مشروع هندسي او علمي. that solves a world problem، بيحل مشكله عالميه. students from 80 countries، طلبه من 80 دوله participated in the event، شاركوا في الحدث. they have to use their scientific research skills، لازم يستخدموا المواهب بتاعتهم في البحث العلمي. and work in groups or on their own، يشتغلوا في مجموعات او لوحدهم. winners can study، الفايزين يقدروا يدرسوا for one year in the United States. this year Egyptian students won many prizes for their inventions. some of them، بعض منهم had great new ideas. when you go online دي هتحلها بقى في الهومورك. الهومورك بتاعنا هيبقى حد 206 و
المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نكتب الباراجرافز الناقصة ونراجع على اليونت كلها ونحل على امتحان مع بعض. السوشيال بوكلت معاكم السيشن الجاية ضروري يا شباب. Thank you and goodbye.